هنا حلة كبيرة عشان تاخد البطة زي ما هي كده. البطة طبعا مغسولة ومتنظفة، وهنحاول نشوف حتة دبارة عشان نربطها، لأن هنحشيها من جواها بخليط هنشوفه دلوقتي مع بعض. بس مبدئيا هنحط كمية من المية هنا، نحط فيها حاجة اللي احنا بنقول عليها اسمها البوكي جارني. ايه هو البوكي جارني؟ اهو مية وبصل، جزر، كرفس، ثلاث حاجات دول وورق لورو. نقول تاني، ده بوكي جارني، ده حاجة تانية ملهاش دعوة بالبطة ولا بحشوتها خالص. تعالوا بقى نقول المقادير طالما نزلناها كده على الشاشة، ونحط المية عشان تغلي ونحط فيها البطة. يبقى انا حطيت الميه وفيها جزر وكرفس وبصل وورق لورو، جزر، كرفس، بصل، ورق لورو، ونسيبه يغلي مع بعضه كده براحته. الخلاط، الحاجات اللي انا حطيتها دي هتديني نكهات جوه الميه. بقيه الحاجه بقى، يبقى انا عندي بطايه كبيره حلوه كده شكلها يفرح يعني، وعندي 3 ربع كيلو من البصل المتقطع مكعبات اهو صغيرة أو مفروم. عندنا احنا فين؟ أيوة، 2 معلقة زبدة. أنا هقرب المسافات كده الحاجات. رشة بهارات ورشة قرفة، وكمان 0.5 كيلو من الرز المصري، وعندنا 3 معالق من الكمون، ده أساسي، 3 معالق من الكمون، وعندنا البوكي جارني اللي احنا حطيناه، بصل وجزر وكرفس وكرات وورق لورو، بصل وجزر وكرفس وكرات ورق لورا، كل ده حطيناه في الميه. وبعدين عندي 2 معلقة من الصلصه، و2 معلقة من الزبادي، ونص كوبايه زبيب. اقول تاني عشان الموضوع كده ما يتوهش مننا. ميه على النار فيها بصل وجزر وكرفس وكرات ورق لورا، بتغلي اهي. اول ما هتغلي معايا وتفضل معايا هحط فيها البطايه، بس